ولتسليط الضوء على التقرير الأخير لمنظمة Human Rights Watch الحقوقية عن تبرط الأمم المتحدة في دعم نظام الأسد رغم العقوبات الدولية، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من مدينة مرسين التركية رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل. أهلا بكم أستاذ غزوان. تحياتي لحضرتك، أهلا وسهلا. وفقا لمنظمة Human Rights Watch فإن الأمم المتحدة متورطة في دعم كيانات ترتبط بنظام الأسد، ما مدى صحة ذلك؟ الحقيقة يعني وقت اللي بتتكرر السلوكيات ما بنقدر نصنف الأمر على أنه مرتبط بسوء تقدير، أو يعني لأنه سوء التقدير مرتبط بحسن النوايا، أما تكرار التعاقدات والارتباطات فما رده لسوء الطوية أو على الأقل اللامبالاة. في جميع الأحوال هذا السلوك بيؤشر لقيام الأمم المتحدة بانتهاك ما يتوجب عليها الالتزام فيه واحترام الموجبات القانونية المتعلقة بأنه ما تتعامل مع أشخاص أو جهات أو كيانات طالعة في ارتكابات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني. تقرير Human Rights Watch تحدث عن منح المنظمة الأممية عقودا لشركة شروق التابعة لماهر الأسد والفرقة الرابعة التي أدت أو ارتكبت جرائم ضد المدنيين، كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني الحقيقة هذا اللي قصدته تماما، يعني بالقول انه الامم المتحدة ارتكبت انتهاكات صادمة وقت اللي تعاقدت او تعاملت مع جهات او مؤسسات لها صلة بالجرائم والفظاعات المرتكبة بسوريا. وبالنسبة لي شخصيا ما بفترض بوجود حالة الخطأ غير المقصود في هذا السياق، لانه من واجب الأمم المتحدة أن تقوم بعمليات تدقيق وتمحيص قبل أي تعاقد ممكن أن تجري، وهذا ما حصل. يعني على مستوى آخر، يعني في دولة سلطوية مثل سوريا لا يمكن يعني يكون هناك شركات أمنية إلا إذا كانت جزء من منظومة السلطة، وبالتالي كان على الأمم المتحدة أن تدقق كثيرا قبل عملية التعاقد. البرنامج السوري للتطوير القانوني أكد، وهو الذي تواصلت معه منظمة Human Rights Watch، أكد هذه التعاملات بين الأمم المتحدة وهذه الجهات التابعة لنظام الأسد. أين المعارضة السورية ولجنة التفاوض التي تجتمع مع المنظمة الأممية التي ترعى كل المسارات التفاوضية اليوم بين النظام والمعارضة؟ يعني الحقيقة أنا ما بفهم يعني شو بيناقشوا مثلا المعارضة في اجتماعاتهم مع المسؤولين الغربيين والأمميين إذا ما ناقشوا قضايا من هذا النوع ورتبوا عليها مواقف. يعني لم يحدثوا أي اختراق في أي ملف حتى نرفع لهم القبعة، يعني لا بملف المعتقلين أحدثوا اختراق، ولا بملف المساءلة، ولا حتى بأي موقف يعني يفرمل قليلا من عبث المبعوث الدولي بالملف السوري بعمومه وبالمسألة المتعلقة باللجنة الدستورية على نحو خاص. يعني بكل أسف الائتلاف وكل من بسق عنه مجرد كيان هلامي عاجز عن فعل أي شيء. فيعني كان الأولى على الأقل، يعني كلياتنا بنذكر موضوع أنه أنفقت الأمم المتحدة في فندق فور سيزن يعني $70,100,000 خلال الأعوام من 14 لعام 2020، علما أنه مالك الفندق سامر الفوز خاضع للعقوبات الدولية وهو أكبر الداعمين لميليشيات أسد. فمن المعيب يعني أن لا يكون مثل هيك ملفات حاضرة على الطاولة دائما باللقاءات اللي بتجريها القوى السياسية في الائتلاف مع المبعوث الدولي أو مع الجهات الدولية.
أستاذ غزوان، كيف يفسر هذا التناقض بين المؤسسات يعني أو الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي جرمت أكثر من مرة واعتبرت ما يرتكب ضد المدنيين في سوريا جرائم ضد الإنسانية من خلال الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، وأصدرت الكثير من القرارات حتى لو لم تطبق على أرض الواقع ولم يحاسب بها الأسد، ومن جهة أخرى تتعامل مع هذا النظام؟ كيف يفسر هذا التناقض؟ يعني لا يمكن تفسير هذا السلوك إلا أنه هو نوع من اللامبالاة والعبث بكل القيم الأساسية اللي بيقوم عليها عمل الأمم المتحدة. يعني حتى هي في موجبات عملها المفروض أنه ما تحدث أي ارتباط أو تعاقد مع أي جهة لها يعني صلة بشكل أو بآخر بانتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي لما بتستمر الأمم المتحدة في هذا السياق دون تدقيق، فهذا مؤشر على أنه لم تكتفي بالانتهاك، إنما تضرب بمشاعر السوريين عرض الحائط. هذا بيوجب عليها الحقيقة يعني أن يكون هناك اجتماع على مستوى أممي لمناقشة مثل هيك حالة، لأنه التقرير حقيقة تقرير مهم بل في غاية الأهمية، ويجب أن لا يمر مرور الكرام أو يبقى بدون أثر. كيف يمكن قراءة التقرير في ظل تصريحات أخيرة لجير بيدرسون المبعوث الأممي لسوريا، والذي تحدث أنه لا يمكن القبول بالوضع الحالي في سوريا، وتحدث عن انعدام الثقة بين الأطراف السورية والدولية؟ كيف يمكن قراءة هذا الموقف الأممي؟ هل هو فرض سياسة الأمر الواقع على السوريين بأن الواقع هو نظام الأسد وبقائه؟ تماما. يعني بكل أسف الموقف الدولي ينحو بهذا الاتجاه، سواء في عبر يعني المواقف الدولية المعلنة من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الغربيين، بالإضافة إلى السلوك العام والمسار العام لعمل المبعوث الدولي، ما بيشي نهائيا على أنه له صلة بخريطة الطريق الدولية اللي تحددت بالقرار 2254 للحل في سوريا. يريدون إعادة السوريين إلى حظيرة نظام الأسد، وهذا لن يحصل. يعني السوريون لن يعودوا تحت سلطة العصابة مرة أخرى. هذا الزمن انطوى بالنسبة لمعظم السوريين، ولذلك يجب مقاربة الموضوع مقاربة مختلفة. المبعوث الدولي ما يزال يشتر نفس مضامين التقارير التي يقدم بشكل دوري، ما فيها أي إضافة حقيقية يعني، وبالتالي لن يكون هناك تقدم في المسار السياسي ما لم تطرح قضية الانتقال السياسي وسلطة انتقالية ثم تقوم بعملية دستورية. شكرا جزيلا لكم أستاذ غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، حدثتنا عبر خدمة سكايب من مدينة مرسين التركية.